ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب في افضل حال. وانتوا بتتفرجوا على الفيديو ده، في الفيديو النهارده هكلمكم عن كريم العين، جربته الفتره اللي فاتت واقول لكم رايي فيه الصريح ايه، اذا كان عجبني ولا ما عجبنيش. كريم العين اللي هتكلم عنه النهارده هو الكريم العين من فارماستين. ده شكله هقول لكم النهارده ايه مميزاته ايه عيوبه، وكان حلو معايا ولا لا، وكمان شاريه بكام وشاريه منين. فتابعوا معايا الفيديو للاخر، ما تنسوش طبعا لو انتوا اول مره تشوفوني انتوا في قناتي وانا اسمي ماجده، لايك وشير للفيديو كتير، ويلا بينا على الفيديو. اول حاجه ده شكل الكريم، دي العلبه بتاعته بيجي كده، وده شكله من جوه. ده شكله من جوه بنات، ده شكل الكريم. هقول لكم اول حاجه فيه المكونات بتاعته، هو بيتكون من ايه. هو بيتكون من حاجات كتيره جدا، بس انا هقول لكم على اهم 3 مكونات فيه اللي هم الكولاجين. بيقولوا ان هو بيتكون من الكولاجين، وطبعا الكولاجين هنا بيساعد على مرونة الجلد وعلى ترطيبه. كمان بيتكون من الهيرونيك اسيد، والهيرونيك اسيد طبعا زي ما احنا عارفين بيساعدك على امتلاء المكان، فبالتالي بيحسن منطقة الخدود، وكمان بيساعد جدا في الترطيب. كمان كمان التالت مكون فيه النيسيناميد. النيسيناميد هنا بيعالج الهالات السوداء، وبيعالج كمان التصبغات اللي بتحصل في الجلد، وبيساعد كمان جدا على تقليل التصبغات وتقليل النيسيناميد. هنا برضو مكون كويس جدا. يبقى دول تلات اهم مكونات فيه، النيسيناميد والكولاجين والهيرونيك اسيد. طبعا في مكونات كتيره جدا في الكريم، بس انا قلت لكم على اهم 3 مكونات فيه. الكريم بيجي كده من جوه، اللي هي الثلاث الكور دومت، بيعملوا مساج. ده شكله من جوه، بتبدأي تضغطي عليه فبيطلع السائل، وبيبدأي تعملي معاه مساج. ده شكل الكريم من جوه. خليني الاول اوريكم شكله. هو مش كريم، هو سيرم خفيف جدا. شايفين يا بنات شكله؟ شايفين يا بنات شكله؟ هو سيرم خفيف جدا. ده شكله، ده شكله، بصوا هو السيرم خفيف جدا، بعيد عن ان هو يكون كريم، هو سيرم خفيف خالص. حبيت اوريكم شكله. اول نقطة طبعا هنتكلم عنها، هو المفروض ان هو بيشتغل، اول حاجة في الكريم ده ان هو بيشتغل على الانتفاخات تحت العين. بما اني انا ما عنديش انتفاخات تحت العين، فمش هقدر احكم على النقطة دي، اقول لكم اذا كان كويس فيها ولا لا. بس لما بتقومي من النوم الصبح، لما بقوم من النوم الصبح بحس كأن تحت عيني شوية منفوخ، بس لما ببدأ استخدمه بحس ان تحت عيني ارتاح جدا جدا جدا، وبقى شكله اهدى واحسن. الرور ديت بتعمل مساج حلو جدا تحت العين، بتبدأ تفرد الجلد. انا بحط الكريم في التلاجة، فلما باجي اطلعه بتساعد جدا على تهدئة تحت العين وتفيد الانتفاخات. بتعمل شبه مساج كده، بتخلي الانتفاخات اللي تحت العين تقل. انا ما عنديش انتفاخات قوية، عشان كده مش هقدر احكم عليه واقول لكم ان هو هيبقى مناسب مع الناس اللي بتبقى عندها انتفاخات قوية. بس الانتفاخات اللي انت بتقومي من النوم وتحسي ان انت عندك منطقه تحت عينك دي منفوخه سنه بسيطه، ديت بتساعد جدا معايا، بتخلي شكل المنطقه تحت العين كويسه، يعني شكلها مش منفوخ. تاني نقطه، انا زي ما قلت لكم قبل كده ان انا بعاني من تحت العين، عندي في زي شعيرات دمويه بتبقى باين شبه الاورده كده تحت منطقه العين. ده بالظبط باين عندي، الجلد عندي رقيق جدا جدا، فبيبان اللي هي الاورده زي اللي في الايد كده تحت منطقه العين، فبتهيالك ان في اهالات. طبعا مع اي ارهاق عندي او اي مشاكل صحيه او انيميا نزلت او كده، بتبقى المنطقه تحت العين عندي شكلها مش حلو خالص، بتبان ان في هالات قويه وهالات سودا كمان، فلازم دايما اعتني بيها بالترطيب وكمان بالكريمات اللي هي بتساعد في التفتيح للمنطقه دي. للاسف الكريم ده انا ما شفتش معاه خالص خالص تفتيح للهالات السوداء، او تفتيح عادي للمنطقه دي، او حتى تنويره، بيدي شبه تنويره كده بسيطه، بس مش التنويره القويه. يعني مثلا لو هقارن ما بينه وما بين كريم في نفس السعر اللي هو بتاع ستار فيل، فانا شايفه ان ستار فيل حلو جدا جدا. ستار فيل بيرطب جدا منطقه تحت العين، بيمنع الاكسده بتاعه منطقه تحت العين، كمان بيساعد ان شكل الهالات تبقى شكلها احسن وارقى طول ما انت بتستخدميه. بتخلي منطقه تحت العين دي كانها منوره، كانك حاطه كونسيلر، فبيدي شكل حلو جدا لمنطقه تحت العين. لكن الكريم ده لا، انا لكن الجل ده لا، انا ما حسيتش معاه خالص بتنوير تحت منطقه العين او حتى تفتيح في الهالات.
كنت هكلمكم عنه في فرصة أقرب من كده، بس حبيت أديله فرصة أطول عشان أشوف مع الوقت هيعمل حاجة للهالات. بس مع الوقت حسيته إن هو مش بيعمل أي حاجة خالص للهالات، هو فقط كترطيب، لكن الهالات شغلة الهالات الأساسية لا مش بيركز عليها. حتى لو عندك هالات بسيطة، يعني مثلا مش عندك هالات وراثية، أنا دلوقتي مش بتكلم خالص عن الهالات الوراثية بنات أو الهالات القوية، لا هالات بسيطة شبه اللي عندي، شبه إرهاق أو تعب او انيميا عندك نازله او قله نوم او قله نوم، لا مش هتحسي معاه باي حاجه من دي، مش هيعالج اي نوع من انواع الهالات دي، هو فقط كترطيب خفيف. فانا ما حسيتش مع الكريم ده خالص غير بنوع من انواع الترطيب، ما حسيتش معاه خالص بتفتيح الهالات او ان هو بيساعد حتى على علاج الهالات للمنطقه تحت العين. انا حسيت معاه ان هو ترطيب حاجه خفيفه كده لتحت العين. كمان حابه انوه على نقطه يا بنات، الجل ده جل خفيف جدا شبه ما انا وريتكم كده. لو انت عندك المنطقه دي بتجف جدا وبالذات في الشتاء، الجل ده مش هينفع معاكي، لانه هو حاجه خفيفه كده بتحطيها يا دوبك، بس بتحطيها وبتتشرب بسرعه على منطقه تحت العين، فمش هتحسي معاه بترطيب قوي. يعني المنطقه دي لو عندك جافه مش هتحسي معاه باي ترطيب قوي، لكن لو المنطقه عندك ديت يعني مش جافه قوي وحابه حاجه كده خفيفه تحطيها، فالجل ده هيبقى حلو معاكي. لكن لو المنطقة جافة الجل ده مش هتحبيه خالص، حتى في الترطيب هيبقى خفيف جدا جدا معاكي، لان هو جل خفيف خالص بتشرب بسرعة على منطقة تحت العين، مش بتحسي بيه، فبالتالي مش بحس ان هو بيرطب قوي المنطقة دي. بالذات انا عندي المنطقة بتاعت تحت العين بتجف جدا في الشتاء، مختلف تماما عن البشرة بتاعتي الدهنية، المنطقة تحت العين بتاعتي بتجف، فحسيتش ان هو بيرطب قوي المنطقة دي، حسيت ان هو بيرطب ترطيب خفيف كده مناسب اكتر، شايفاه ان هو للصيف عن الشتاء. طب حسيت معاه حاجة في الخطوط؟ هو مع الوقت لما انتي بتيجي تعملي مساج باللي هي الدوائر دي، لما بتيجي تعملي بيها مساج كده لمنطقة تحت العين، فهي بتشد المنطقة، ممكن تحسن شوية من شكل الخطوط. بس انا شايفة الكريم ده تأثيره اكتر عن الناس اللي هي عندها انتفاخات تحت العين، هيتأثروا جدا بيه وهيحبوه جدا. الكريم لما تبدأي تحطيه في التلاجة وتبدأي تستخدميه لمنطقة تحت العين، وبالذات لما تكوني قايمة من النوم كده وعندك انتفاخات تحت عينك، هتحسي بفرق جدا معاه، هتحسي ان الانتفاخات بدأت تقل وبدأت تخف جدا، والمنطقة دي بقت مشدودة. لكن في الخطوط انا مشفتش معاه تأثير قوي في الخطوط، وفككم من حكاية ان هو في كولاجين وكده، لان احنا زي ما عارفين الجزيئات بتاعة الكولاجين بتبقى كبيرة فمش بتخترق الجلد، لكن هو فيه هيالورونيك اسيد ممكن يحسن شويه من شكل الخطوط. بس انا مش عندي خطوط كتير، عندي بس خط بسيط كده، بس انا ما حسيتش معاه باي فرق الصراحه في الخطوط. انا برشح الكريم ده، لو هرشحه لحد عنده انتفاخات وحابب حاجه تستخدمها تقلل معاه الانتفاخات، فانا برشحه فيه. لو انت عندك هالات اي نوع من انواع الهالات، لو حتى هالات خفيفه خالص، فالكريم ده مش هيعمل معاكي اي حاجه. لو انت عايزه بقى حاجه للترطيب مش تقيله، ما تكونش كريم تقيل، لو انت عندك مشاكل تحت العين يعني وعايزه حاجه خفيفه ما تزودش معاكي مثلا الحبوب اللي هي صغيره بتطلع تحت العين، او ما تزودش معاكي المشاكل تحت عينك، بس مش هتفتح الهالات ولا هتعمل اي حاجه فيها، فانا شايفه ان الكريم ده هيبقى ممتاز معاكي. لكن لو عايزاه للهالات او كده، لا هو مش كويس. الكريم ده كان حجمه، الكريم ده حجمه 25 مللي، وسعره كنت جايباه 175 جنيه. لو حابين تجيبوه ممكن تجيبوه، انا كنت جايباه من على صيدليه الدكتوره ايمان، ممكن تلاقوه على اي بيدج بيتباع، اي سرر يعني بتبيع منتجات كوري، بس كان ب 175 جنيه. لو حابين ممكن اسيب لكم اللينك بتاع البيدج تحت لو حابين تجيبوا منها. بس الكريم يعني عامه انا شايفاه، لو رأيي في الأخير أنا شايفة إن هو كترطيب حاجة خفيفة كده لترطيب تحت العين، شايفة إن في حاجات تانية أحسن منه كتير مصرية، وكريم ستار فيل اللي أنا اتكلمت عنه قبل كده هسيب لكم برضه اللينك بتاعه تحت عشان لو حابين تتفرجوا على الفيديو، شايفة إن هو كويس جدا وأحسن منه لو هنقارن بسعره. وكمان كريم ستار فيل 30 مللي ممكن يقعد معاكي أكتر من سنة، لكن الكريم ده 25 مللي و175 جنيه، وكريم ستار فيل 30 مللي و180 جنيه، وكمان بيساعد جدا على تفتيح الهالات وبيساعد على تنوير المنطقة دي وبيرطبها كويس جدا جدا، هينفع معاكم جدا في الشتاء. فلو عايزين نصيحتي، الكريم ده لو عايزة ترطيب خفيف هو مناسب ليكي، لكن لو عايزة هالات او اي حاجة من دي ما تستنيش منه اي حاجة، لانه مش هيعمل اي حاجة للهالات او الخطوط تحت العين او مش هيعمل حاجة غير لو عندك انتفاخات بسيطة للمنطقة تحت العين. ده كان رأيي عن الكريم، قلت لكم على كل حاجة فيه بصراحة. لو يا ريت تشاركونا آرائكم تحت في التعليقات، وتقولوا لي مين استخدم فيكم الكريم ده، واستخدمتوا ايه تاني من المنتجات الكوري، من الكريمات الكوري، لان في كريمات كوري طالعة كتيرة جدا، وايه اللي عجبكم ايه اللي ما عجبكمش، عشان اكتر عدد يستفاد.
وكمان تقولولي لو عجبكم الفيديو ولا لا، ولو حابين اعمل لكم سلسلة عن الحاجات الكوري اللي جربتها اكتبولي برضو تحت في التعليقات، هرد عليكم وان شاء الله برد على كل التعليقات لو في اي تعليق حابين تستفسروا عنه. وطبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش طبعا تعملولي لايك واشتراك للقناة وشير كتير للفيديو عشان اكبر عدد يشوفه، وتفعلوا زر الجرس الصغير يبقى في اخر الفيديو عشان تشوفوا كل جديد بنزله.